صيحنا وقلنا راح تنفتح السد وبحاض وبخت كل من تسولت الى ايد فتحها. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ماي نهر العز كله راح نهر الفرات وراح يروح للبحر. ديش هاي المية اللي فايدة العالم، ماي نظيف بي سمكة بي طيرة. لا حول الله، وين الشرفاء؟ تجي تشوف جاي يصير محافظتهم، محافظة البصرة، شوف شلون جاي تهدم السدة، ايش راح يصير بيها ذا حد متاعي؟ شنو اللي كذا بعد هذا؟ ما يكذا شيء. هاي صار من الوجع عرضها تقريبا 20 متر صار، بس منا يعني تقريبا 10 هيك، والماي قاعد يزيد ازيد شيء قاعد يزيد.